تما كاين بلا باش يعني. مساء الخير متابعي قناه شوف تي في فهاد البث المباشر من مدينه سلا. اليوم عندنا واحد القصه ديال هاد الزوجه اللي كتعاني مع الزوجه ديالها تيعنفها يعني عندها وراعي الاطفال ديالو وبقاو معنا باش نسمعوا هاد القصه ديال هاد السيده وكنتمنى لهم يعني الصلح. هادشي اللي كنتمنى كنضرب تما راه خدمت في الديور في العربيه خدمت مع الناس في الزرع ما خليتش خدمت جيت لهنا تاني ملي جيت وانا خدامه كنخدم كنبيع الربيع في السوق خليت ما درت هنا السيد هو كيستغني ماشي انا اللي كنمشي انا اللي كنستغلو هو كيستغني الا شاف عندي شي حاجه هو كيديها لي ودابا هي في العيد الصغير لقيته مع شي وحده في الشارع كيتعشى هو وياها وكيتسارى هو وياها وشديتها وريشتها من شعرها مشيت درت شكايه دفعت مشينا للكوميساريه من الكوميساريه بقى كيجري عليا من الدار خرجنا من الدار انا والدراري في النص الليل مشينا للكوميساريه عاوتاني ملي مشينا للكوميساريه خرجوا معايا البوليس مشاو معايا حتى للدار ملي مشينا للدار داروا فيه البوليس وداك الشيء صافي قالوا لي صافي جلسي في دارك وهادي صافي وهضروا معاه بحال بقيت انا في الدار انا والدراري صافي بقينا في صداع مشيت لكم البوليس اش بغيتي اش يديروا لي البوليس والبوليس انا نمشي عليك للحبس وما نعطيكش واخا تمشي للبوليس واخا تمشي فيما بغيتي انا كنت مريضه ديك السيد كان اني من الميكروب كان عندي في الوالده كنت مريضه ديك السيد وكنقول له عطيني غير باش ندوز ما بقيتش خدامه كنقول له عطيني باش ندوز كيقول لي ما عنديش وتسكنت سلف وكنمشي ندوز صافي هذيك من حصلت عليه بحال هكاك ولا تصيفطت لي اختي صافي من اللي حصلته كيخرج هو الزنقه كياكل في الزنقه ولادو كيخليهم بالجوع كنتسلف غير عند الناس كيعطوني باش نغدي الدراري كنشد معاه كاين اللي كيعطيني كاين اللي كيسلفني حتى صيفطت لي اختي الفلوس 30000 ريال رديت الكريدي اللي عليا وجمعت حوايجي ومشيت بحالي للعروبيه مشيت للعروبيه جلست قريب 4 شهور وانا في العروبيه صافي العيد الكبير ما كيتفكرش ولادو حتى في التليفون ما كيعيطش العيد الكبير جراوه لي غير الناس الناس هما اللي شراو لي العيد الكبير وعيطت لولادي صافي هذيك ملي فات العيد البنت مشات ليا للبير قالت لك البنت الكبيره قالت لك عندها 16 سنه مشات للبير قالت لك الا ما رديتنيش نزل نتلح في البير وليت عاوتاني تسلفت ما بغاش تجلس في العروبيه قالت لك ما تجلسش في العروبيه صافي ما ولفوا هنايا سلا صافي ما بغاش تجلس لي في العروبيه صافي هذيك بقاو كيرغبوا فيها الناس وداك الشيء ورجعوها انا ما كنتش ديك السعيد تما كنت جيت لهنا على حسب الشكايه اللي دايره ديال الخيانه الزوجيه تعيطوا لي قالوا لي اجي بنتك عيط لي بابا قال لي اجي بنتك بنتك راه بغات تطيح في البير واش هز عليا بنتك وتطيح عليا الروح هادي هز ولاد وديهم له حطهم له حدا الباب واجي بحالك انت نهزك مرحبا نهزك فوق راسي انا بنتي ما نعياش منك ولكن ولادك ما نشوفهمش ولادو قباحين ما نشوفهم مراهم لا بابا ولا مرات بابا ما بغاوش يشدوا لي الدراري وليت سلفت عاوتاني وجيت كريت الدار ب 20 الطونوبيل جبتها ب 20 صافي وجبت الحوايج كريت ب 20 جلست عند واحد المرا حتى كريت من البلاد حتى كريت وعيطت لولادي وجا بابا وجابوا لي الرحيل لهنايا صافي وحطيت حوايجي جلست انا وولادي نخدم ديري على وجه الدراري راه عارفين وخايب راه هادي صافي ديري على وجه ولادك قلت انا ماشي مشكل وليت رجعته مشى جاب حوايجه وجابوه لعندي صافي قلت له انت شحال هادي كنت انا كنجمع الفلوس وانا اللي كنت كنلاخر وشوف جمعت لك 4 المليون هز ديك 4 المليون تا مخبيها عند خوتو حاليا بقى عند خوتو كيخدم كيديها لخوتو وكي كيمشي يشرب ولا كيشرب بزاف صافي وكيجي للدار سكران نهار السبت جا سكران وطيحاتو البيكالاجا كله مندب من وجهه ملي قلت له فين كنت قال لك كنت باقي في الخدمه خدام هو جا كيقلب الريحه ديال الشراب وجا كلهم ملاخر وانايا تيقت بيه قلت البنت خلو الماء سخنت له الماء ومسحت له وجهه من داك الدم ومسحت له وجهه من داك الكريس ديال البيكالا وداك الشيء داك الوسخ صافي هي هذيك ونعس حتى
الغد اللي عاد قال لي راني كنتسكر راني مشيت للبحر شربت. انا ما كنكذبش عليك وانا كنجيك الصراحه وانا ماشي مشكل، حيت انا قلبت له سميتو لقيتو الفلوس عنده ناقصه، هز الفلوس ما جايبش الفلوس كامله حيت كيتخلص من السيمانه للسيمانه. ملي قلت له ما ج... قال لي راني شربت راني مشيت سكرت بيها. صافي هذيك بقيت معاه بحال هكاك. صافي مشى للتليفون، التليفون كان ديالي والبنت مدخله فيه الواتساب راسها. طلعت للسطح كتنشر، تبعها الولد ساكن معنا في نفس الدار، تبعها عطاه عطاتو النمره التليفون. ملي عطاتو النمره ديال التليفون بقيتو مع شي وحده هي هذيك. ملي عطاتو النمره ديال التليفون هبطت حطت داك التليفون ومشى ليه. كل مره كيمشي ويقلب داك التليفون، غير نهار يومين كيقلب التليفون. صافي هذيك ملي مشى للتليفون كيلقى فيه السيد مصيفط السلام، بنتي عندها 16 عام، داك الولد عند تكون عنده ديك 26 سنه. هي هذيك جاوبو هوايا السلام السلام. دابا راجلي كاتب لي هذا قال له فين نتلاقاو، قال له الاخر نتلاقاو حدا الباب ديال الطواليط. صافي خرج راجلي تلاقى معاه، تشد هو وياه كيدابزو داكشي. صافي طلعوا الجيران الزنقه كلشي طلع كلشي طلع للدار. صافي وشي كيفوك شي هادي. صافي ولاو ديك الساعه تسامحوا، طلب منه السماحه تسامحوا، قال لك صافي البنت انشدها غنخرجها اما حدا الباب عنده عند بحها، ولا انا ما اغتصبها هذاك، انا نغتصبها بلاصه هذاك اللي بغات تمشي تخرج عنده. قالت لك هي انا عطيتو النمره التليفون، قالت لك واش انا عطيتو النمره التليفون نقول له تلاقاني للطواليط. قالت لك انا دار معاه انا دار معاه هادي. ملي قلت لها علاش عطيتو النمره ديال التليفون نوض كنغوت عليها، قالت لي ماما واش انا نقول له يخرج يتلاقاني الباب ديال الطواليط، واش انا انا عطيت النمره. قالت لك ما شي عن وصل معاه هذا المواصل، هو هذا المواصل اللي وصل معاه فيها بابا. قال لها ما كان ما نعرفكش، ما انا ما والدتش شي بنت سميتها ما والدكش، سير بعدي مني يا بنت الفاعله يا بنت التاركه. كيعيرني انا بالكلام الخاسر وتا هي نط كيعيرها بالكلام الخاسر. وقال ليها والله يمك، حنا جالسين مع اي واحد السيده وهي، قال له والله يمك حتى الليل، والله يمك داكشي اللي كان يدير لك هذاك انا نديرو لك. سمعتيني هذاك كان يغتصبك وما اغتصبك، انا نغتصب امك اليوم، انا ندير لامك ونفعل لامك. بقيت كنقول له وانا حشمو دابا المراه كتسمع وانت كتقول هاد الهضره. قال لي والله حتى نديرها ليها تنديرها لامها على قد وجهها، لما كان لما دارها لهذاك انا نديرها لامها هي هذيك. بقيت كنقول له وانا عطيني الفلوس نمشي ندوز ليها في الطبيب. قال لي سيري دوزي لامك، علاش دوزي ليها هي؟ صافي هي هذيك والله كيحلف ليا بالله كيقول لي داكشي اللي ما داروش هذاك انا اللي نديرو لها في الليل. هزيتها ديتها حطيتها عند ديك السيده بيتها. لغد لي الصباح مشيت ديتها عند خويا القنيطره، ديتها حطيتها عند خويا وليت كنجري على حساب هادو خليتهم في الدار. صافي رجعت للدار لقيتهم مازال ناقص، درت لهم الغدا تغدينا. ما كيسولش على البنت نهائيا لا فين مشات ولا فين جات، ما كيسولش على البنت نهائيا. صافي جالس عادي دابا ما مسوقش، وكي المصروف ما كيحط ليش المصروف، كيحط لي لا مصروف لا والو. انا كنمشي نخدم في الديور كل مره بشحال كنخدم، شي مرات كيعطوني 100 درهم كل مره، وكيفاش كنمشي نخدم في الديور. اليوم راه معيطه عليا السيده وما مشيتش عندها. دابا اللي كنطلب كنطلب انايا السيد يطلقني، عيط طلقني ما بقيت باغا منه والو، كرهت الجواج وما يجي منه، كيعنبني بزاف كيعيرني بالكلام الخاسر بزاف. كنطلب من المحسنين وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يعاونوني على هاد الوليدات. انا ولادي ما قديتش نسمع فيهم، نخليهم لولا جي ولا نخلي ما قديتش نسمع في ولادي ليه، حيت ما انا درت مجهود على قبلهم. انا كنت ناويه نطلق، كنت كنحلف كنقول لهم غنطلق. دير عقلك دير عقلك اصاحبي، سير اصاحبي دير عقلك دير عقلك. كنت كنحلف كنقول لهم غنطلق، ومني بقاو عليا خوتو صافي وليت رجعت على قبل هاد الدراري. دابا ملي ما من الاخر ليش تا ولادي ما بقاش معتبر تا ولادو. صافي اللهم نطلق وانا نمشي نخدم على ولادي كما طلع نطيح ونوض على ولادي. علاش ما كتقولي لي ملي كنت تشوف خو يطلقني؟ علاش ما غاتقولي؟ غنطلق صافي ما بقيتش باغا نزيد نعيش معاه. علاش ما ترجعوش وتعني وتصلحوا الامور بيناتكم وبيناتكم وليدات وهادي؟ علاش؟ خاو الولاد هو ما مهتمش بالولاد، ما مسوقش هو لولادو، ما عندوش الاخرى، ما مهتمش بولاده، ما مسوقش ليهم. هو الاغلبيه دابا ولا عاطيها الفساد. صافي ولا مدوخين العيالات في الزنقه، صافي ولا دايخ معاهم، ما بقاش عنده الاخرى ديال ولاده، ما مسوقش هو لولاده.
وكنشتو وانايا مسوق لولادو، انا كنت ناويه نطلق ونخلي لولادو. دارنا شحال من خطر كيقولوا لي خلي لولادو، خليه هو يتحمل هاد المسؤوليه اللي ازيد انت يا هادشي كامل، هو ما مسوقش لولادو، خليهم له هو اللي يتلخر بولادو. ما انا ما قديتش نسمح في ولادي، هادشي اللي كاين.